هذا واعلنت وزاره الصحه ان عدد من تلقوا الجرعه الاولى من التطعيم حتى مساء امس الجمعه بلغ اكثر من 780 الف شخص فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعه الثانيه من التطعيم اكثر من 566 الف شخص وتجدد وزاره الصحه الدعوه للجميع للاقبال على التطعيم والى ضروره مواصله الالتزام بالاجراءات الاحترازيه والتدابير الوقائيه